هذه القصيدة مهداة إلى امرأة تونسية ولا كل امرأة في العالم. اليوم العالمي للمرأة 8 مارس. يا امرأة السعدي، يا سعيدة الوعدي، تأتيك زهوري تعطر أريج روحك. يا سيدة العالم، يومك يهنئك وعزتك تعززك، أنت الحب يشحذ العطاء. يا عدل الزمان، انهض، سباتك قد طال ونبضك قد جار، والمرأة تطلب حقا قد هدر. يا امرأة قد خنق صوتها، انهضي قاومي ناضلي، حقوقك تستر حقوق وطنك، وعملك ينير كرامتك. يا امرأة السعدي، انت وهبت نبض الحياة، انت تبرعت بعمرك من اجل حرية الوطن، انت مقاومة من اجل سيادة البلد. يا سادة العالم، شرعوا كومة الحقوق، انهضوا بامرأة السعد والعقل، انها مشكية نور تنير الكون. لا تبحث حقوق المرأة، لا تستهزئوا بواجبكم نحو كائنا ماضيا. هذا الكائن هو الام والاخت الزوجة الحبيب، هو الوطن ينبض، والمرأة وطن يناضل، وسيادة تقاوم من اجلهم.